الزيتون اللي جبت من ديك الزيتونه ديال بلاد الخير. هذا كله غادي هذا الصندوق هذا غادي نديروه هكا في الماء صاين، ما ندقو ما والو. هو هذا وهذا غادي يدار حتى هو في الماء هكا، وهذا كحل تبارك الله، هادشي من زيتونه وحده كحل هذا. هذا مازال نعزل منه هاد الكحله وهاد الحمراء، نعزلها بوحدها. وهذا هذا غندقو دابا هذا باش يتكل دغيا. هذا وهذا غادي يدار في الماء ويبقى ان شاء الله حتى العمش ان شاء الله حتى سالي. هادشي ندينا الدقان غنتعاونو دابا عليه باش نساليو دغيا. كل عام هكا كنديرو، نهرسو الزيتون ونرقدوه. ايوا حاجة ديال الدار طبيعية زينة. هذا اللي غندير دابا في هاد البيدوات غادي يبقى ان شاء الله، غندير ليه الماء والملح ويبقى حتى عام وعامين ما يخسرش. هو ما دقيتو ما والو. كبيتي يا لالا كبي، انا شربتين تدقي كبي. كبياتي كبي يا اختي تسهلي كي اللي عطاتك ليا. ايوا انا عطاتني ليا صح، انا شربتين ندقك خليت تسرحني. هذا غنودي ليه الملح، هذا كنعمرو في البيدوات حايل من الكبيدوات حايل. سيري تشرطي مع روحك. الله ها لقدي حاجه حونيني الحلقه هاك نعمرو هاد الفيديو هذا. هادي هي صغيورين انت هما تهزو الزيتون ها زوينين تبارك الله. شتا كتنقط داكشي اللي بغينا. لا كتحلو لي فمو هاد قطه تعرفو دقو شمي يخرج لي العظم ديالو.
يبقى عنده البابا ديالو كيف فيها ما تاكل مصحابينا هاك شربكوش تحتي هاد سير اه بيض هذاك كلشي مزيان اه شربيض عايزه لك اللي غانتي ها الزيت نتاعي لا والو ما عندك داك الزيتون الابيض هذا دابا البيض غندير ليه الملح الحيه ونديرو في هذا البيدو هذا ونديرو في البيدوات الاخرين ها هو هون ديال الملح الحي ها دوها ليه يبقى تاع عامين هنا ما يخسرش